بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير يا رب. في الفيديو بتاعنا النهاردة، اولا احنا بنبارك طبعا لطلاب الشهادة الاعدادية، الف مليون مبروك ليهم. وفي الفيديو دوت احنا بنقدمه ليهم ولأولياء امورهم في محاولة مننا كده اللي احنا نقدر اللي احنا نساعدهم على الاختيار، اذا كان ممكن يدخلوا ولادهم الى ثانوي عام، او ممكن مثلا اي مثلا مجال تاني يقدروا لهم يدخلوا. طبعا بالنسبة للمجالات التانية دي احاول ان انا اسيبها كده اوكي في وصف الفيديو، ممكن تطلع عليها وتشوف ايه اللي تقدر اللي انت من المجالات اللي ممكن يناسب ابنك تقدر اللي انت تدخله في المجال ده. لكن مبدئيا كده اوكي انا دايما بحب ان انا ادردش معاك، مش هحدد لك حاجه اوكي معينه، ولكن اشوف النصايح اللي انا هقدمها لك ممكن تكون فعلا مفيده ليك، تقدر اللي هي النصايح دي تساعدك على انك اوكي تاخد القرار اذا كنت تدخل ابنك الى الثانوي العام، او ممكن تدخل ابنك الى اي من المجالات التانية اللي انت شايف اوكي ان له ميول ناحيتها. نصيحه صغيره كده اوكي، من المهم جدا اللي انت تستشير طبعا كل الناس اللي حواليك الممكنين اللي انت شايف اللي هو ممكن يفيدوك ويدوك اوكي وجهة نظر سليمة وصائبة اوكي بالنسبة لدخول الثانوي العام او لا. بس يفضل دايما انت سيادتك ما تاخدش بنصيحة اوكي الطلاب اوكي او الناس اللي كانوا موجودين في ثانوية عامة نظام قديم، لان الامانة ثانوية عامة نظام الجديد مختلف تماما عن ثانوية عامة اللي هو النظام القديم، وبالتالي يبقى محدش من النظام القديم اوكي هيقدر يديك نصيحه سليمه، لان النظام اللي هم اتربوا عليه مختلف تماما عن النظام اوكي الحديث. طيب نعمل ايه؟ والله لو انت عايز مثلا استشاره او عايز تسال حد كان موجود في ثانوي عام، يبقى انت عندك الدفعتين اللي هم الاخرى اللي هي دفعه اولى وثانيه ثانوي اللي هم دلوقتي اصبحوا في ثانيه وثالثه، هم دول اللي هي دفعه التابلت، يعني هم دول اللي يقدروا اللي هم يفيدوك فعلا ويقول لك اوكي نظام الثانويه العامه الحديث اوكي الخطوط العريضه بتاعته ماشيه ازاي. طيب انا ايه اللي انا اقدر اللي انا اقدمه ليك واللي اقدر اللي انا انصحك بيه؟ اولا سيادتك ما تغامرش بدخول الثانوي العام اوكي، لازم تفكر اوكي اكتر من مره انت امكانياتك ايه. يعني سيادتك ممكن تشوف كده امكانياتك في اعدادي، هل انت كنت مثلا من الطلبه اللي هي بتحب اللي هي تذاكر وتقعد على المذاكره وعندها صبر على المذاكره، وهل انت كنت من الطلاب اوكي اللي بتحب تسال كتير اثناء الحصه وعايز تتعلم وبتعلم نفسك بنفسك عن طريق اللي انت بتحب تقرا وتزود معلوماتك اوكي وما بتكتفيش بس بالموجود عندك في المنهج؟ فلو كنت النوعيه دي يبقى انت كده عندك اوكي يعني ميول لدخول الثانوي العام، او لو انت من الطلبه دي يبقى انت اوكي ممكن تفكر في دخول الثانوي العام، فهو معتمد على مبدا ان انت تعلم نفسك بنفسك. ثانيا لو انت كنت اوكي في المرحله الاعداديه من النوع اللي يعني في نوع من الكسل كده، ما بتحبش اوكي القعده للمذاكره، ما بتحبش اللي انت تفتح كتاب اوكي يا دوبك بس بتعمل الحاجه المطلوبه منك بالعافيه، يبقى الكلام دوت لا يناسب اوكي على الاطلاق اوكي دخولك الى المرحله اللي هي الثانويه او اللي احنا بنسميها الثانوي العام اوكي. ويفضل انت ممكن تشوف اي مجال اخر ممكن يكون مناسب امكانياتك او قدراتك اوكي. وطبعا مهم جدا انك تستشير من الناس اللي حواليك قدر الامكان، سواء ولي امرك او سواء مثلا اصدقائك اللي هم اكبر منك، بس زي ما اتفقنا اللي هم يكونوا دخلوا ثانوي على النظام الحديث اوكي، وليس الناس اللي كانوا متواجدين في ثانوية عامة اللي هو النظام القديم، عشان طبعا اختلاف النظامين اصبح مختلف تماما، واحد كان بيعتمد على الحفظ فقط والتاني بيعتمد على الفهم وتعليم الطالب نفسه بنفسه وتزويد المعلومات اوكي باكبر قدر ممكن اوكي. مهمة برضو لازم اللي احنا نذكرها اوكي، انت كطالب لازم اللي انت تشوف المجموع اللي انت جبته دوت اوكي اللي هو طبعا مجموع طبعا اللي هو الترم الاولاني، لان طبعا انتوا عارفين كلكم طبعا الترم الثاني اوكي خد شكل الابحاث وكانت طبعا واخده شكل صوري، ما هوش طبعا حقيقي، كلنا عارفين طبعا اغلب الابحاث اوكي 90% على الاقل منها تمت ازاي، وبالتالي اوكي الترم الثاني دوت ما هوش مقياس، ولكن ممكن تقيس على الترم الاولاني. شوف كده، هل الترم الاولاني الدرجه اللي انت جبت فيها هي معبرة فعليا عن مستواك وتعبك، وانت فعليا اوكي اللي جبت الدرجة دي بنفسك بدون ما يحصل التمثيليات اللي احنا بنشوفها في قلب الامتحانات اللي هي زي مثلا مواضيع الغش او غيره
فوالله لو الدرجة دي بتاعتك انت بتعبك وبمجهودك، اوكي، يعني معنى كده ان الدرجة دي اهلتك فعليا اللي انت تبقى شخص اوكي عندك الامكانية اللي انت تخش ثانوي، فليه لا اخش ثانوي. لكن لو الدرجة دي دخل فيها بعض الامور الخارجية زي الغش طبعا زي ما قلت كلنا عارفين النظام دوت، اوكي، يبقى معنى كده الواحد لازم يفكر اكتر من مرة قبل ما يخش الى الثانوي العام. سيادتك اوكي لو انت بتقول مثلا ان مش كل المواد اوكي انا كويس فيها وبالتالي مش هخش ثانوي عام، لا الفكرة دي فكرة خاطئة. ليه بقى؟ لان سيادتك الثانوي العام مبنية على مجمل اوكي المواد الموجودة عندك وليس مادة واحدة بس معينة. يعني ايه؟ يعني افرض انا مثلا واحد عندي مثلا مشكله في الانجليش، اوكي، وعندي مشكله مثلا في ماده العلوم، بس بقيه المواد التانية انا متاكد الحمد لله انا كويس فيها جدا، اوكي، لا وفي كمان مواد منها انا بقفلها فعليا وبقالي اكتر من سنه بقفل المواد دي، يبقى ده مش نقطه ضعف ولا حاجه، لا انت ممكن برضه تفكر عادي اه في دخول الثانوي مفيش اي مشكله خالص، لان كونك ان انت ضعيف في ماده او في مادتين ده مش معناه اللي هو او ده مانع ان هو يمنعك اوكي من دخول الثانوي، لا خش ثانوي وانا مطمن مفيش اي مشكله، لان ماده مثلا زي الانجليش ممكن ان انا اطورها مثلا في اولى او تانية ثانوي بحيث ان انا اطلع ثالثه ثانوي اوكي اكون بقى كويس فيها. ماده مثلا زي العلوم زي الاحياء والكيمياء والفيزياء اوكي اللي بعد كده بيكون عندك في اولى ثانوي ممكن انت اصلا ما تحتاجهاش بعد كده لان ممكن تختار مثلا تخصص ادبي. يبقى اذا مش المواد، ضعفي في بعض منها هو اللي يمنعني من دخول ثانوي، ولكن ضعفي اوكي او مستواي المتوسط في مجمل المواد الموجوده عندي، لكن ماده او اتنين مفيش اي مشكله ممكن افكر في الدخول في ثانوي عادي مفيش اي مشكله. بالنسبه اوكي لاولياء الامور حاولوا ان انتوا تكونوا اوكي يعني قدر الامكان كده داعم لولادكم عن طريق اللي هو التوجيه ليهم، بلاش اللي انتوا مثلا تجبروهم مثلا كنوع من الروتين لدخول مثلا الثانوي العام لمجرد بس شكل بس او كنوع من البرستيج وسط الناس وخلاص ان ابني في ثانوي عام، لا يا ريت ان احنا نكون متفاهمين لامكانيات ولادنا، ما نحاولش ان احنا نضغط عليهم ولا حاجه، ونحاول بس ان احنا نوجه كده وندي نصايح لاولادنا اوكي بحيث ان احنا نشوف ايه هو المناسب ليهم اوكي عشان يقدروا اللي هما اوكي يكملوا المرحلة الجاية ويقدروا اللي هما ينجحوا فيها ويبقوا بالفعل ليهم مستقبل اوكي كويس. فالموضوع مش علاقة بقى بالناس اللي حواليا، ابن عمي او بنت عمي او جاري اللي قدامي داخل ثانوي يبقى لازم اعمل سباق واخش ثانوي معاه، اشمعنى هو؟ لا مفيش حاجة اسمها الكلام ده، ممكن ان انا اخش اي مجال اخر ثانوي عام واقدر ان انا اثبت نفسي فيه واقدر ان انا انجح فيه واكون احسن من غيري. فالفكرة دي نشيلها كلنا من دماغنا، مش ثانوي عام هو اللي بيحقق النجاح، مش ثانوي عام هو نهاية المطاف. طيب لو انت سألتني مثلا طب حضرتك رأيك ايه، يفضل دايما اللي يديك الرأي زي ما قلنا اوكي شخص مقرب ليك جدا اوكي زي مثلا ممكن يكون مدرسك اوكي هو اللي فاهمك وفاهم قدراتك وامكانياتك كويس، ممكن يكون ولي امر في البيت اذا كان هو ايضا متفاهم لقدراتك وامكانياتك، انت ذات نفسك قيم على نفسك شوف هل هتقدر انت تخش المغامرة دي او تعمل الريسك دوت اوكي ولا لا. رأيي النهائي طالما مجموعي اوكي اللي انا جبته بمجهودي وتعبي وانا عارف الكلام ده من غير ما اخد درجة اوكي سلف او بالغش يعني من حد، هي درجتي المعبرة عن مستواي انا، ليه لا؟ ليه لا اخش على طول اوكي ثانوي عام واخوض المغامرة والتجربة دي اوكي طالما مجموعي بالفعل كان بيأهلني لدخول الثانوي العام، وربنا اوكي هو اللي هيوفقني لان داخل المرحلة دي عن مجهودي وعن تعبي اوكي. انا اتمنى ان انت تكون اوكي استفدت من الفيديو دوت او على الاقل وقفك على النقط المهمة اللي انت محتاجها اثناء الاختيار اذا كنت تخش ثانوي عام اوكي او لا. ربنا يوفقنا كلنا سواء اخترنا ثانوي عام او اخترنا اوكي اي مجال تاني، وبالتوفيق للجميع، ونقول لكم الوقت بقى اوكي السلام عليكم. مع السلامة.